السلام عليكم ورحمة الله، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا طيبين وحياكم في قناتي مرة ثانية. أنا محمد. طبعاً فيديو اليوم زي ما تشوفون مع أخوخة أولادها، بنشوف أشكالهم بعد ما كبروا وفتحوا عيونهم ونتعرف عليهم أكثر. وحبيت أقول لكم قبل ما أبدأ الفيديو، أي أصوات تسمعونها في الخلفية طنشوا الموضوع. طبعاً زي ما تشوفون ما شاء الله كبروا، والحين طلعتهم لأني كنت أنظف المكان حقهم وجبت لهم منشفة جديدة. أهم نصيحة للناس اللي عندهم بساس صغار أو بس ولدت، لازم تغيرون المفرش اللي تحت البساس كل أسبوع، والأفضل أنكم بعد ما تغسلونه تخلونه تتشمس ساعة ساعتين في الشمس، لأن الشمس أفضل معقم لأدوات البساس. في الحين بأفرش المنشفة هذه وارجع لكم وأنا أدخل الصغار عشان نتعرف عليهم ونشوفهم. وأهم شيء قبل ما نشوف البساس ونتعرف عليهم، أتمنى تضغطون زر اللايك، اشتركوا في القناة إذا مو مشتركين، وفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم إشعار أول ما ينزل فيديو. وأهم شيء اللايكات، تفاعلوا معي في اللايكات لأن هذا الشيء مرة يسعدني ومرة يحمسني أني أصور فيديوهات أكثر وأكثر. وإن شاء الله الأيام الجاية بيكون في فيديوهات فيها معلومات وأشياء تفيدكم، ولكن الفترة هذه زي ما تشوفون مشغول بالبساس والبساس الصغار اللي عندي، فحاب أني أشارككم كل اللحظات اللي تصير. في الحين خلوني أفرش هذا وأرجع لكم وندخل الصغار ونشوفهم بشكل أوضح. شوفوا كيف جلست على المنشفة على طول وجالسة هنا عند الباب، كانت تقول لي يلا أفرش بسرعة لأن الصغار جالسين يتحركون وهي قلقانة. تعال هنا، خلوكم هنا، أقلقتوني وأقلقتوا أخوخة. زي ما تشوفون أنا الحين فرشت المنشفة هذه، منشفة جديدة ونظيفة ومعقمة. وزي ما أقول لكم، يعني حتى لو ما عندكم بساس صغار أو بساس ولدت، أي أدوات لبساس عندكم، بيوت، مناشف، أدوات لعب، أسرة، من فترة إلى فترة شمسوها في الشمس، لأن يعني الشمس أفيد شيء لتعقيم أدوات البساس، تبعد البكتيريا اللي فيها، تبعد لو كان في بقايا فطريات أو شيء زي كذا. الشمس مرة مرة مفيدة. فهذا دخل اول واحد، فبعرفكم عليه اول واحد، ما شاء الله تبارك الله زي ما تشوفون كبروا. هذا اول واحد، طبعا هذا ذكر. تعال تعال خلينا نشوف شكلك، اصبر. شوف ما شاء الله كيف شكله، فتحوا عيونهم وكبروا، تشوفون كيف. هذا زي ما قلت لكم اول واحد، طبعا مستغرب من المكان وينتظر خوخة تدخل. خلونا نجيب الثاني. ايش فيك؟ وهذه ثاني واحدة، تعالي اثبتي. طبعا هذه اكثر واحدة مشاغبة، وهذه الانثى الوحيدة بينهم. شوفوا كيف معصبة اساسا. اصبري. انا صراحة فكرت اني بسمي هذه بسبوسة، واذا تسألوني ليش، لان دائما وانا صغير اذا جبت بساس، وخصوصا اذا كانت بهذا اللون، امي كانت تسميها على طول بسبوسة. فكرت اني اسمي هذه بسبوسة، نفس الاسم اللي تحبه امي. فاكتبوا لي في التعليقات ايش رايكم، نسميها بسبوسة ولا نغير الاسم، مع اني احس بسبوسة لايق عليها. بس يستكشفون المكان لاني نظفته وعقمته وحطيت لهم هذه المنشفه الجديده، فباقي غريب عليهم شويه. شوفوا كيف قاعده تشم. ادخل يا خوفه. وباقي اخر واحد برا تسمعونه قاعد يصيح، خلوني اجيبه واجيكم. هذا اخر واحد في المجموعه، صراحه انه ذكرني بزيتونه وافكر اسميه زيتون. فانتوا ايش رايكم في الاسماء؟ هذا افكر اسميه زيتون، وهذه افكر اسميها بسبوسه. اما هذا الثالث انتوا اختاروا له اسم يناسبه. طبعا هذا ما شاء الله تبارك الله طلع غير اولاد خوخه كلهم، شعره كثيف ووجهه كبير كأنه شيرازي. تشوفون كيف شكله غير الباقين. فشكل خوخ الله أعلم أمها ولا أبوها شيرازي ولا شيء زي كذا، لأنها في كل مرة كانت تجيب واحد شعره طويل، ودائما هي تتجاوز مع بساس شعرهم قصير، وآخر مرة تجاوزت مع بس بلدي. زي ما تشوفون هذول طالعين بلديين عاديين، لكن هذا طالع غير، يعني حتى جسمه كبير وشعره كثيف ومرة ناعم. هذول شعرهم قصير وخشن، مو نفس هذاك. شوفوا كيف انبسطوا اول ما جت خوخه. خوخه بس. وهذول اولاد خوخه الثلاثه كلهم ما شاء الله تبارك الله. فاكتبوا لي تحت في التعليقات، لاني مره مره يهمني انكم تشاركوني في هذا الموضوع وتقولوا لي ايش رايكم في الاسماء. زي ما قلت لكم هذا افكر اسميه زيتون لانه ذكرني بزيتونه مره. طبعا زيتونه معليش وهي صغيره كانت اجمل بكثير، طبعا صور زيتونه موجوده في الانستغرام وهي صغيره، كانت مخططه كذا شويه، ممكن احط لكم هنا فيديو على جنب او صوره لها وهي صغيره بتشوفون تشبه شويه، ولكن صراحه زيتونه اجمل بكثير. فانا فكرت اني اسمي هذا زيتون زي ما قلت لكم، وهذا انتم اختاروا له اسم، شوفوا له اسم يناسبه واختاروا له. اما هذه فكرت اني اسميها بسبوسه، لان امي كانت دائما اذا جبت بسه بهذا الشكل تسميها بسبوسه. فانتم اعطوني رايكم في الاسماء وقولوا لي اذا تناسبهم ولا لا، واهم شيء نختار اسم لهذا الكيوت. وهذه خوخه جالسه هنا برا والصغار كلهم داخل.
طبعا هذول الصغار خلاص كبروا، قربوا يبدون ياكلون، فتقريبا اسبوع كذا او 10 ايام وبيبدون ياكلون، لانهم زي ما تشوفون بدوا يشمون يلحسون الاشياء. ايش فيك انت يا كيوتا؟ صراحه هذا ما شاء الله غيرهم كلهم، حتى شعره مره ناعم. شوفوا شوفوا الاذى، توني فرشتها خلها شوي. ايش تسوي انت يا بسبوسه؟ بس شوفوا الاذى صراحه، اولاد خوخه ما شاء الله دائما اذايا ونشيطين واشكالهم حلوه. شوفوا كيف، تعال هنا. لا توني حطيتها الحين، ما مدها حتى. خلوكم مؤدبين، اجلس داخل، اجلس داخل، تعالي انت داخل ونجوف، تعالي خوخه. بس خوخه خوخه، شوفوا كيف تعض. اي اي اي، وشو ايش؟ ادخل عنده، ايش بنطلعينهم يعني؟ شوفوا شوفوا كيف خوخه خوخه. واخيرا خوخه دخلت معهم. طبعا خوخه هذه بس غريبه عجيبه صراحه، يعني يوم احبها يوم ما احبها، يوم تكون اليفه ولطيفه ويوم تكون متوحشه وشريره، يوم تحبني وتقعد طول اليوم تلحقني وتجلس في حضني وتحاول تسلم علي، ويوم لو المسها تعضني وتمخشني. فهذه البسة غريبة عجيبة لكن صراحة جدا جميلة. شوفوا الأذى، توني حطيت الأشياء. هذا صراحة الأسود أكيد واحد فيهم، كيوت ولطيف وما يصيح كثير وشكله حلو. أما هذول الاثنين شوفوا كيف بلدين بلدين صدق. شوفوا فين تروح؟ مشكلة الباب مفتوح، يعني إذا بغي يطلعون يطلعون، بس لا يبي يروح في الزاوية. زي ما تشوفون ما شاء الله، صراحة متحمس أشوفهم يكبرون شوية، يداوم الحين في هذا العمر وكذا مشاغبين، كيف إذا كبروا أكثر؟ أكيد بيكسرون البيت. إيش تبغى؟ إيش تبغى ها؟ إيش تبغى؟ وقت التنظيف. إيش تبغى أنتِ؟ عضتيني قبل شوية ومخشتيني، بوريكم الجرح اللي جرحتني، بس ما أبغى أوريكم أشياء زي كذا عشان اليوتيوب. طبعا خوخه صارت تبطل لحم برا الغرفه خلاص، بتنقلهم في مكان ثاني علشان يلعبون ويتحركون براحتهم، لكن المشكله انها تضرب البساس برا، تضرب البساس ضرب مو طبيعي، فعلشان كذا ما بخليها تطلع الحين لين يكبرون شويه والبساس الثانيين يكبرون شويه علشان ما تصير في مشاكل. كيوت انت، كيوت كيوت، من فين جيت انت ها؟ من فين جيت انت ها؟ تجي تبو كرشة كرشة. زي ما تشوفون هذا كان فيديو اليوم، فيديو خفيف لطيف بسيط، حبيت أوريكم أولاد خوخة كيف كبروا ما شاء الله وتغيرت أشكالهم، بدأت تطلع الشقاء والأذى. زي ما قلت لكم من قبل، إن شاء الله أي شيء يصير مع البساس، يعني شيء كبير ولا شيء صغير، على طول بصور لكم أوريكم التطورات اللي تصير، أي شيء أسوي مع البساس، اي معلومات جديده باذن الله. فعلشان كذا اهم شيء تضغطون زر اللايك، اشتركوا في القناه اذا مو مشتركين، وفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم اشعار اول ما ينزل فيديو جديد. وزياده لا تنسون تتابعوني على الانستغرام، لاني انزل فيديوهات على الانستغرام واشياء كذا بسيطه فيها معلومات ان شاء الله انها تفيدكم وتعجبكم. فبكذا اكون وصلت لنهايه الفيديو، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا معي في هذا الفيديو، ولا تنسون زي ما قلت لكم تقولوا لي رايكم في الاسماء. هذه بسبوسه وهذا زيتون وهذا، انتم اختاروا الاسم المناسب. وخوخه ندور مشاكل، ما بيطلعوا من الغرفة بيجلسون هنا. ايوه اذا صاروا ياكلون يروحوا الحمام بطلعكم مكان ثاني، بس الحين لا تجلسون هنا. يلا ادخل ادخل داخل عندهم. ايوه شاطر.